يقدم لكم هذا البرنامج برعاية ميبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. النشرة الرياضية من الجزائر الدولية، أهلا بكم، والبداية بأخبار كأس أمم أفريقيا. تنطلق مساء اليوم مباريات دور ربع نهائي لكأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار بإجراء مواجهتين في القمة على أرضية ميدان ملعبي فيليكس بوانيه والحسن واتارا، حيث يلتقي المنتخب النيجيري مع نظيره الأنغولي، وتجمع المباراة الثانية منتخبي غينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. تقترب بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم من نهايتها في طبعة مميزة خاصة من ناحية الأرقام، ولا يزال التنافس الكروي المثير قائما بين ثمانية منتخبات من أجل تذاكر المربع الذهبي. نيجيريا بثلاثة ألقاب قارية في رصيدها ومركز ثالث في نسخة 2019، مرورها للدور المقبل وضمان التواجد للمرة الثانية في نصف نهائي في آخر ثلاث نسخ مرهون بتجاوز المنتخب الأنغولي الطموح. الوصول إلى هذه المحطة المتقدمة من الكان بتعادل أمام الجزائر وفوز على موريتانيا وبوركينا فاسو وآخر على ناميبيا في ثمن نهائي زاد من عزيمة أشبال مدربهم البرتغالي الذي يشرف على مختلف المنتخبات الأنغولية منذ 2018. منتخب الكونغو الديمقراطية الذي حل ثالثا في نسختي 1998 و2015 يعد أيضا من المنتخبات اللافتة للانتباه في هذه الطبعة، إذ يعد المنتخب الوحيد الذي لم يحقق أي فوز في البطولة مكتفيا بأربعة تعادلات. منتخب الفهود ظهر 19 مرة في بطولات أمم إفريقيا وذاق طعم التتويج باللقب عامي 1968 و1974. حلم التتويج بأول لقب في تاريخهم لم يفارق لاعبي المنتخب الغيني المتأهل لثمن نهائي بين أفضل أربعة منتخبات بحصده أربع نقاط، وسبق لمنتخبي غينيا والكونغو الديمقراطية أن تواجها في مناسبتين لحساب دور المجموعات في البطولة، حيث تعادل في 1970 وفازت غينيا بهدفين لواحد في نسخة 2004 بتونس. إذن وبنفس مضاعف ستدخل أول المنتخبات الأربع لقاءات دور ربع نهائي، هوية الفائزين بأول تذكرتين إلى المرحلة المقبلة سترفع حتما من حمى المواجهات المتبقية. حذر مدرب المنتخب النيجيري خوسيه بيزيرو من الاستهانة بمنتخب أنغولا في المباراة المقررة في افتتاح مباريات الكان، مدرب النصور الخضراء أثنى كثيرا على المنتخب الأنغولي وصفنيه بالقوي خاصة على مستوى الخط الهجومي الذي سجل 9 أهداف كاملة في 4 مباريات. من جهته قال المدرب بيدرو غونزاليس إنه يؤمن بقدرة أشبال على الفوز بالمباراة والتأهل لأول مرة إلى المربع الذهبي. منتخبات عديدة ستضع كل إمكانياتها للعب ورقة التأهل، الكل سيضحي من أجل بلوغ الأدوار المقبلة. سنواجه منتخبا كبيرا، لا أقول اسما كبيرا بل منتخبا كبيرا، وسنحاول التأهل إلى نصف النهائي. سنلعب مباراة ربع نهائي وهذا مهم بالنسبة لنا ولكل الشعب الأنغولي الذي انتظر طويلا لرؤية هذا المنتخب في هذا الدور. سنلعب أمام أحد المرشحين للتتويج بالكان، لكن المباراة نعتبرها مثل بقية المباريات التي لعبناها وتحضيراتنا كانت عادية. سنقدم كل ما لدينا أمام نيجيريا، نحن نؤمن بقدرتنا على الفوز والتأهل لنصف نهائي.
وللحديث أكثر عن هذه المواجهة معنا من ملعب فيليكس بونيي بأبيجان الإيفوارية مفتق قناة الجزائر الدولية كريم العربي. أهلا بك كريم، صف لنا الأجواء قبل هذه المواجهة المرتقبة بين نيجيريا وأنغولا. مساء الخير خديجة لك ولكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية. إذن متواجدون أمام ملعب فيليكس هافويت بواني قبل أقل من ساعة عن انطلاق مواجهة أولى مواجهات ربع النهائي بين نيجيريا وأنغولا، مباراة تعد بها الكثير خاصة بين منتخبين أثبتا جدارتهما في الأدوار الأولى سواء في دور المجموعات أو في ثمن النهائي. المنتخب الأنغولي الذي تأهل على رأس المجموعة بسبع نقاط وتسعة أهداف خط الهجوم، المنتخب الأنغولي سجل تسعة أهداف في المقابل المنتخب النيجيري تلقى هدف واحد فقط، يملك دفاع قوي جدا، تلقى هدف واحد كما قلت أمام منتخب غينيا الاستوائية في افتتاح مبارياته في منافسة كأس أمم إفريقيا. إذن هي مباراة منتظرة. وقفنا قبل قليل على دخول المناصرين إلى أرضية أو إلى مدرجات الملعب، حضور جماهيري سيكون كبير خاصة من طرف النيجيريين الذين كما قلت وقفنا على حضورهم الكبير في هذه المباراة. هناك أيضا جماهير من كوت ديفوار الإيفوارية ستكون حاضرة بالمدرجات الملعب. إذن كما قلت أقل من ساعة عن هذه المواجهة لنتعرف عن أول منتخب سيتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا في نسختها 34. شكرا كريم بالعربي مفتق قناة الجزائر الدولية إلى أبيجان الإيفوارية. وعشية لقاء المنتخبين أشاد مدرب منتخب كونغو الديمقراطية سيباستيان دي صابر بالمنتخب الغيني مشيرا إلى أنه قد يخلق صعوبات كبيرة ويقف حاجزا أمام أشباله للوصول إلى المشهد الختامي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة المقررة بملعب الحسن وتارا. في الجهة المقابلة أكد المدرب الغيني كابا دياوارا صعوبة المأمورية أمام منتخب كونغو الديمقراطية، مؤكدا في الوقت ذاته جاهزية فريقه للموقع التي تعتبر امتحانا حقيقيا لهذا المنتخب. نحن في منافسة قوية، يجب أن نكون محفزين. لم يعد يفصلون عن النهائي إلا مبارتان، خطوتان أعتبرهما من أصعب المحطات. سنواجه المنتخب الغيني الذي أؤكد أنه قوي جدا، منتخب منظم جدا ويطبق كرة قدم راقية. وبالحديث عن منتخب الكونغو الديمقراطية، لا يمكن أن نصحح أخطاءنا بطريقة تلقائية، ليس هناك لمسة سحرية لتحقيق ذلك. تلزمنا مثل هذه المباريات والمنافسات كالتي نخوضها، أعلم أنها ستجعلنا أقوى. الأمور ستصبح أكثر تعقيداً، المباريات المتبقية قوية جداً، يجب أن نكون فعالين أكثر. لا يمكن أن ننتظر هدفاً وحيداً من ثلاثين أو أربع فرص فقط. سنلعب ربع النهائي بروح عالية، هجومياً ودفاعياً. لكن على العموم، أعلم أن التأهل ليس سهلاً، والأهم من كل شيء هو التركيز وأن نكون أكثر فعالية. تتواصل غدا السبت مباريات الربع النهائي، حيث يلتقي المنتخبان الإيفواري والمالي على أرضية ملعب السلام فيما يحتضن ملعب شارلس كونان باني مواجهة منتخبي جزر الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا. على أرض بلاده لا يريد المنتخب الإيفواري أي نتيجة تبدد آمال جماهيره للتتويج باللقب الثالث في تاريخهم عند مواجهتهم لمالي. الإيفواريون يسعون للاستثمار في عاملي الضيافة والتفوق في الإحصائيات على المنافس من أجل الظفر بتأشيرة تقربهم أكثر من تتويج غائب منذ 2015، فيما تبحث مالي عن أول لقب قاري. فنياً لا يتواجد المنتخبان على نفس المستوى، حالة الاستقرار لدى منتخب مالي في هذا الكان جسدها بتصدره مجموعته برصيد خمس نقاط من فوز وتعادلين. في المقابل حصيلة كوت ديفوار في دور المجموعات لم تكن كافية لحجز مقعد في ثمن نهائي، ما عجل برحيل المدرب، لكن حسابات الأفضل أعادتهم للواجهة وتمكنوا بعدها من إقصاء السنغال بركلات الترجيح. النسور المالية والفيلة التقيا في 18 مناسبة، خسرت مالي 10 منها وتعادلت في 8.
مقابلة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا يحمل فيها كل طرف شحنة جديدة لمواصلة السباق، كلاهما لا يريد المغادرة بعد إنجاز لا ينسى للقروش الزرق وآخر مميز للبافانا بافانا المعتاد على إمتاع الشغوفين بكرة القدم. تشويق وندية سيميزان ما تبقى من عمر البطولة. هذه المرة لا مجال للحسابات والمقارنات، المستطيل الأخضر هو الفيصل، فرصة دخول التاريخ من أوسع أبوابه واحدة، وستكون من نصيب من يحسن استغلالها. تأهل المنتخب الأردني لأول مرة في تاريخه لنصف نهائي كأس آسيا بعد فوزه في ربع النهائي على منتخب طاجكستان بهدف دون مقابل الجمعة على ملعب أحمد بن علي في الدوحة، وخطف المدافع عبد الله نصيب هدف الفوز للنشامي من كرة رأسية في الدقيقة 66 ليواصل المنتخب الأردني مغامرته السعيدة في النهائيات الآسيوية. وضرب منتخب الأردن موعدا في نصف النهائي الثلاثاء القادم مع الفائز من مباراة الأخرى بين منتخبي كوريا الجنوبية وأستراليا التي تقام في وقت لاحق. سيعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الأحد المقبل عن تفاصيل جدول مباريات كأس العالم 2026 في حفل سيقام في ميامي. الاتحاد الدولي فيفا سيكشف عن تفاصيل المونديال الذي ستنظمه ثلاث دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا من خلال أعلان الدول والملاعب المستضيفة للدورة، بالإضافة إلى مواعيد كل مباراة. سيلعب المونديال للمرة الأولى ب 48 منتخبا بعد رفع عدد المشاركين، وهو ما يعني زيادة في عدد المباريات من الدور الأول إلى النهائي. حقق ريال مدريد فوزا هاما على مضيفه خيطافي بالثنائية النظيفة ضمن الجولة العشرين للليغا الإسبانية، ونصم مهاجم ريال مدريد خوسيلو نفسه نجم للمباراة بتوقيعه الثنائية ليرفع الميرينج رصيده إلى 57 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن نادي جيرونا في المركز الثاني. إذا نجحنا في الفوز بالمباراتين المقبلتين فسوف نضيف 6 نقاط أخرى، وسيكون ذلك أمرا جيدا للغاية، ولكن لا يزال هناك الكثير من المباريات والموسم طويل. أعتقد أننا في حالة جيدة، لقد لعبوا بشكل جيد اليوم من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة، الآن حان الوقت لبدء التركيز على الدربي. أدلت مدربة المنتخب الإسباني للسيدات تومي مونتيسي الجمعة بشهادتها في القضية الأخلاقية لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق لويس روبياليس. وصلت الجمعة مدربة المنتخب الحائزة على لقب كأس العالم للسيدات إلى مقر المحكمة العليا في مدريد، وكشفت تقارير إعلامية أن المحكمة تتجه نحو معاقبة الرئيس السابق للاتحاد الإسباني بالسجن 4 سنوات. يذكر أن الاتحاد الدولي فيفا كان قد أكد قبل أسبوع عقوبة الإيقاف عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة سنوات المسلطة على لويس روبياليس شهر أكتوبر الماضي. تأهلت الجدافة الجزائرية كارول بوزيدي للألعاب الأولمبية المقررة صيف السنة الجارية بالعاصمة الفرنسية باريس، وجاء تأهل بوزيدي في تخصص كاياك سلالوم عقب نهاية باقي بطولات القارات التأهيلية، مستفيدة من نتائجها الإيجابية المحققة في البطولة العالمية مؤخرا بإنجلترا والتي وضعتها في المركز الثاني ضمن دائرة التأهل إلى الموعد الأولمبي. وبهذا يرتفع عدد الرياضيين الجزائريين في الأولمبياد إلى حد الآن إلى 19 رياضي مع إمكانية زيادة العدد في مختلف التخصصات والرياضات مستقبلا. وصلنا إلى ختام النشرة الرياضية، المزيد تابعونا عبر مختلف منصات قناة الجزائر الدولية ظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء. Come on,
قدم لكم هذا البرنامج برعاية ميبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس معا نصنع المستقبل.